خمسون نائبا وعشرون سيناتورا على الأقل سيتدعم بهم البرلمان بغرفتيه في الانتخابات القادمة كممثلين عن سكان الولايات المستحدثة في التقسيم الإداري الجديد وهذا بالعودة لقانون الانتخابات والذي يفرض وجود خمسة نواب وسيناتورين عن كل ولاية كحد أدنى للتمثيليات السياسية المنتخبة وعلى المستوى الوطني سنشهد وفقا لقانون الـ الـ الانتخابات الذي يقر مبدأ ان التمثيل يكون بالنسبه للولايات الصغيره في حد إن أدنى في خمس نواب وممثلين لها في المجلس الامه بالتالي سنشهد ارتفاع تمثيلهم على المستوى الوطني على الاقل سنكون بصدد 50 ممثل جديد للمناطق هذه الولايات الجديده العشر اما على مستوى الجماعات المحليه فمن المنتظر استحداث عشر مجالس شعبيه ولائيه بالإضافة لعدد المجالس البلدية والتي ستتمخض عن تقسيم إداري محلي للولايات الجديدة هناك أثار استراتيجية لشك في ذلك هو تقوية حضور الدولة في نفس الوقت تقوية التمثيل الشعبي في الآثار الأولى من حيث التمثيل فإن له آثارين ومستويين يعني هناك التمثيل المحلي سنشهد ميلاد بلدية جديدة مجال الشعبية بلدية ومجال الشعبية ولائية عشر مجالس شعبية بلدية عفوا عشر مجالس شعبية ومجموعة من المجموعات المجالس الشعبية الولايات الجنوبية العشر وفق أهل الاختصاص ستكون بمثابة ورشة مفتوحة على كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتتمكن من الخروج من دائرة الحرمان والنقائص التنموية ويعاد لها الاعتبار